مرحبا، تحياتي وسلامي للجميع. وفي هذا الفيديو حبيت أصور لكم هذا المكان اللي يسموه، طبعا كل دولة إلى تسمية خاصة به، يسمونه المارينا أو الكورنيش أو الواجهة البحرية أو البوليفار لمدينة يوفيك. لكن بالبداية حبيت أن أصور لكم هذا المكان لموقف للسيارات الكرفانية والمستخدمة من قبل الأخوة الخليجيين السعوديين والإماراتيين. فحبيت أن أبين بأن هذا المكان هو موقف للسيارات الكرفانية، طبعا خاصة من الناس اللي جاية من مطار أوسلو باتجاه يوفيك باتجاه للهامر. فقبل يوصل للهامر يقدر طبعا من مطار أوسلو لحد هذا المكان تقريبا ساعة، فيقدر يتوقف هنا وبعدين يعني يكمل مسيرته إلى مدينة للهامر. فهذا الموقف هو للسيارات الكرفانية، ومثل ما تلاحظون هذا المكان، وفي هذا هاجنبيل هوندالن، وهذا رقم التليفون، ممكن واحد إذا يعجبه يشتري أو يأجر هاي السيارات الكرفانية، وأنواع موجودة قريبة على سكني بالضبط. هذا هو المكان اللي يبيعون بيه السيارات الكرفانية والتأجير. فهذا المكان حبيت أن أوضحه لكم، والعنوان مال هاجنبيل هذا هو، وهذا أول ما توصلون يوفيك. وبنفس الوقت أود أن أنوه عن الأخوة الخليجيين اللي جايين للهامر، قبل لا يصلون مدينة يوفيك في قطع، لأن في أعمال بالشارع. فبعد هذا الفيديو راح أصور لكم مكان القطع وأي طريق تسلكونه على مود توصلون المدينة يوفيك وبعدها المدينة للهامر. فهذا المكان هو المبيت سيارات الكرفانية، تقدر تعمل بارك السيارة مالتك هنا الكرفانية وتتجول في مدينة يوفيك. هذا هو المارينا أو الكورنيش مال يوفيك. وبهذا الطريق، مجرد ما هذا الطريق، هاي الماكدونالدز هنا، بس على جهة اليسار في ممشى للبحيرة وأماكن كثير حلوة واحد يقدر يتمشى. هاي هي هاي البحيرة، وهذا الممشى يقدر واحد يتمشى منه. وللسنتروم هسه راح نشوفكم هاي المارينا وكيف نوصل المركز مدينة يوفيك. فحبيت أن أنطي هاي فكرة للأخوة الخليجيين، خاصة الأخوة السعوديين، بنسبة كبيرة من عندهم يجون يسلكون هذا الطريق، فبدل ما يروح للهامر على طول يقدر يتوقف هنا يرتاح، وبنفس الوقت يطلع على هذا المكان الجميل حتى لو يبقى بيه ساعة ساعتين، وبعدين يكمل مسيرته إلى مدينة للهامر. فهذا مرسل الزوارق، وبنفس الوقت بعدين من نوصل في مكان هذا موقف الأقدم باخرة بالنرويج، وهاي أكبر بحيرة بالنرويج هي بحيرة الميوس. مكان كثير حلو، واحد يقدر يقضي فيه ساعة ساعتين ويتعرف على المدينة قبل لا يذهب إلى مدينة للهامر. طبعا هنا بالنرويج تكثر هاي مرسى الزوارق، يستخدمونها كثير خاصة اليوم، الجو كثير حلو، شمس والناس طالعة ويستخدمون الزوارق. لكن ممكن بعض الناس اللي يمتلكون هاي الزوارق مسافرين إلى مكان فما حد مستخدم هاي الزوارق. هذا المكان بس بعد شوي نوصل يبيعون بي آيس كريم، سندويشات للناس الجوعانة. ومثل ما تلاحظون هذا المكان مهتمين به، مكان كثير حلو. يعني حتى
الأماكن اللي يوضعون بها القمامة والأوساخ. لو تلاحظون هاي سمارت ذكية مثل ما كاتبين هنا. يعني أني أقول للشخص المسؤول على تفريغ هاي الحاوية، مجرد ما تنملي ترسل الرسالة إليه بأن الحاوية انملت، تعال فرغها. فمهتمين بأدق التفاصيل. والله يا ريت في البصرة، مدن العراقية، دول الخليج، يعني نشوف ايش الشغلات يعني على بساطتها. طبعا هاي بصراحة يعني ما موجودة بكل المدينة، لكن هذا المكان لأن يرتادوه كثير من التورست، فيعني مهتمين بهاي الشغلات البسيطة. لأن هذا المكان ترسي به أقدم باخرة بالعالم. فالتورست اللي يجي، طبعا تجي جروبات سياحية كثيرة لهذا المكان من آسيا، دائما والله أشوف من الصين، من أوروبا، من دول كثيرة يقصدون هذا المكان. يعني يعتبروه وجهة سياحية، يجون هنا، هذا بارك موجود هنا، أو الباص يجي يوقف هنا. وبعدين ياخذون الباخرة. هذا هو مرسى الزوارق والمارينا مال يوفيك. واي استفسار او تحبون تتعرفون على فد شيء ممكن تتواصلون وياي، ان شاء الله ما قصر. في اخوة سعوديين كثيرين والله تواصلوا وياي ويسألون عن النرويج، ويسألون عن بعض التفاصيل. الحمد لله ان شاء الله يعني ما نكون قصرنا. هذا المكان هو مرسى للباخرة، اللي اقدم باخرة في العالم. وهذا المكان لأكل الايس كريم، وهاي الأسعار مال الايس كريم. هاي يعني مثل المطعم، وجلسة كثير حلوة هنا موجودة مثل ما تلاحظون. طبعا هو ما كان صراحة هالشكل، وسعوه، ما كانت هاي الجلسة موجودة هنا، فوسعوها وخلوها بهاي الحلاوة مثل ما تلاحظون. وهاي منه طبعا منظر كثير حلو، يطل على بعض الأماكن في مدينة يوفيك. هاي بدأت الناس تمشي بالزوارق. هذه هي بحيرة المياسة. طبعا الأخوة الخليجيين يجون من هذا الطريق ويذهبون بهذا الاتجاه إلى مدينة للهامر. فمدينة للهامر تقريبا صايرة بهذا الاتجاه، يعني هذا سيكون هذا الطريق ويذهبون إلى مدينة للهامر. فهاي من بعيد هذا المكان اللي تستقر به هاي أقدم باخرة في الشتاء. وهذا كذلك مسألة اللي يجي ويسوي بارك سيارته ذاك الموقف، او اذا حتى له سيارة احتيادية يقدر يوقفها باي موقف هنا وياخذ له جولة سياحية في المدينة. يعني هاي يسلك هذا الطريق الى مركز المدينة، يعني مو بعيد. والاشخاص اللي يجون وعنده حجز للباخرة
أو يريد يحجز في مركز المدينة يقدر يجي بنفس هذا الطريق. سنوضح لكم بالضبط هذا المكان البارك. صورناه لكم، صورنا المارينا والكورنيشة والواجهة البحرية، وهذا طريقنا إلى مركز مدينة يوفك. مدينة صغيرة تقريبا 30,000 نسمة، بس حلوة ومرتبة، وخاصة بالآونة الأخيرة اهتموا بها اهتمام غير طبيعي. بنفس الوقت اليوم قريت خبر بالجريدة النرويجية بأن هذا المكان اللي صورت لكم البارك مع السيارات الكرفانية راح يعملوه بارك كلش حلو، مثل البارك اللي مصوره يسمونه ميوس باركي، مصوره في احد الفيديوهات اذا عجبكم. فراح يسوونه تقريبا مثل البارك اللي موجود ببرومونداغ. فهذا هو المكان، وبعدين نجي نمشي هذا النفق ونوصل إلى مركز مدينة يوفك. بعض الناس اللي اجوا لذلك أنا ما صورتهم، ممكن ناس في بعض الناس ما تحب الصور فأبعد الكاميرا صراحة. هذول أشوف ناس جف فأبعد الكاميرا، ممكن ما يحبون يصورون. فهذا الطريق هو من تحت النفق تقدر تجي إلى مدينة يوفك، أبدا مو بعيد، وفي شوبينج سنتر كلش قريب تقدر تتسوق إذا يعجبك تاكل في مطعم، حتى مطعم عراقي في هذا المكان إذا يعجبك بعض الأكلات العراقية اللي تحب تاكل. هو المطعم يقدم أكلات نرويجية. ها شوف هذا البارك، هذا البارك تقدر توقف بيه سيارتك 3 ساعات مجانية، وبعد 3 ساعات تدفع، بس انت إذا تحب تقدر تبقى أقل من 3 ساعات، ومجرد ما بس تطلع سيارتك وتلف هاي اللفة الدوار هذا وترجعها تقدر توقف 3 ساعات مجانية. هذا هو الشوبينج سنتر مال مدينة يوفك، يسمونه السياسة سيتي سنتر. فكل شيء مدينة يعني تقريبا ملمومة، كل شيء قريب على بعضه، ومهتمين بدق التفاصيل. شوف النظافة، شوف التشجير، الجزرات الوسطية شلون مهتمين بيها. لو تلاحظون هاي لحظة، مثل ما صورت قبل كم يوم عن نموذج للكورنيش، كورنيش الخور، وصورت لكم احد الجسور شلون مزينينه بالازهار. قلت لكم تقريبا اغلب الاماكن هالشكل. هاي لاحظوا، هاي هذا جزء من الاماكن اللي مزينينه. لاحظوا شلون مكان حلو. هو هذا الشوبينج سنتر، هاي لو تلاحظون سي سي معناته سيتي سنتر. هاي وهذا هو مركز مدينة يوفك. فالمكان مكان الحجز، إذا واحد يريد يحجز ويدفع نقدي، هو هاي البناية البيضة اللي بعدها، هاي دام شيبس بلادن. هذاك المكان هو اللي تحجز عن طريقه. هذا سنتر المدينة. هاي محطة القطار القديمة،
واللي جنب الباص محطة جديدة، ومحطة الباصات هاي بقربها، وهذا البارك هو البارك الرئيسي في مدينة يورك. حبيت أن أصور هذا المكان وإن شاء الله يعجبكم. تحياتي وسلامي للجميع، والفيديو القادم مثل ما خبرتكم فيديو خاص للطريق المقطوع اللي قبل لا توصل مدينة يورك وانت ذاهب إلى مدينة للهامر، فأكو قطع لأن في أعمال بالطريق، فراح أصور لكم كيف توصل إلى الطريق المؤدي إلى للهامر. تحياتي وسلامي للجميع، مع السلامة.